طب السؤال ده بيقول لي what kinds of instructions requires each of the following resources اللي هم الادر ده والداتا ميموري. مين الانستراكشنز بيحتاج الادر اللي هو بيأد 4 على البي سي، ومين بيحتاج الداتا ميموري؟ طيب بالنسبه للادر ده هتلاقي ان كل الانستراكشنز بتحتاج الادر ده تقريبا، او بيعمل وظيفه مهمه قوي في حياتها يعني، باستثناء الجامبس، الجامب والجامب لينك والجامب ريجستر. يعني مثلا بالنسبه للبرانش، البرانش بتحتاج البي سي بلس 4 بلس 4 اي، يبقى هي بتحتاج البي سي بلس 4 ده. بقيه الانستراكشنز كلها كده كده محتاجه اروح من الانستراكشن اللي بعدي، فمحتاج احسب بي سي بلس 4. الجامب بس مش بيحتاج الادر ده بشكل صريح يعني، لان ناتج الجامعه ده مش مهم بالنسبه لي. طب حد يجي يقول لي طب انا اصلا باجي هنا باخد، مش هنا بقى في الرسمه اللي فيها الجامب اللي هي دي، باخد البي سي بلس 4، باخد الموست سيجنيفيكانت بيتس من البي سي بلس 4، فده معناه ان البي سي بلس 4 مستخدم. اقول لك اه هو مستخدم، بس الحقيقه ان الجامب عشان تشتغل اصلا محتاجه تكون ان الموست سيجنيفيكانت بيتس من البي سي بلس 4 هم نفسهم الموست سيجنيفيكانت بيتس من البي سي، يعني في الاخر ما ينفعش يكونوا مختلفين. فالحقيقه ان ده مش ضروري ضروره مطلقه، انه في الاخر لازم يكون الموست سيجنيفيكانت بيتس بتوع البي سي هم نفسهم الموست سيجنيفيكانت بيتس بتوع البي سي بلس 4. زي ما كنا قبل كده اللي مش فاكر ده يراجع الفيديو بتاع الجامب في الاسمبلي، يعني كان عندنا شويه سيجمنتس كده صح، لحظه كده سوليد كلر، كان عندي شويه سيجمنتس، وكل سيجمنت من دول بيشتركوا ان الموست سيجنيفيكانت 4 بيتس من البي سي زي بعض، مثلا هنا 0000 هفضل هنا لحد 0000. وكنا قلنا ان ما ينفعش الجامب تكون موجوده في 0000 وتجامب الحاجه مثلا في 0001، فلو الجامب كانت اخر واحده هنا هي مش هتعرف تجامب لهنا، وهي دي الحاله اللي هيكون فيها البي سي الموست سيجنيفيكانت بيتس من بتوع البي سي غير الموست سيجنيفيكانت بيتس بتوع البي سي بلس 4. وبالتالي اصلا دي حاله مش الاود، وبالتالي ساعتها اصلا المفروض الكومبايلر يظبط الكود بحيث ان هو ما يخليش الجامب بتحاول تجامب الحاجه في السيجمنت اللي بعدها. يعني ما ينفعش تكون اخر انستراكشن في السيجمنت جامب وتكون عايزه تجامب الحاجه في السيجمنت اللي بعدها اصلا. وبالتالي ده بيقول لي ان رغم ان انا هنا فعلا موجود البي سي بلس 4، بس هو مش ضروري وبالتالي ممكن استغنى عنه. نفس الكلام بقى في انستراكشنز زي الجامب اند لينك والجامب ريجستر والجامب اند لينك ريجستر، الحاجات دي كلها برده مش بتحتاج البي سي بلس 4. تمام. طيب فكده اول حاجه بالنسبه للراجل ده، كده عندي جامب، جامب اند لينك، جامب اند لينك ريجستر، وجامب ريجستر. بالنسبه للداتا ميموري فاللي محتاجاهم هم اللود وورد والستور وورد بس، دول الاثنين انستراكشنز بس اللي بيستخدموا الداتا ميموري. طيب سؤال رقم بي بيقول لي بافتراض ان وي اونلي سبورت البرانش نت ايكوال والاد انستراكشنز، مفيش لود وورد مفيش اي حاجه ثانيه، discuss how changes in the latencies of these resources affect the size the clock cycle time of the processor. طيب لو انت ما عندكش غير برانش نوت ايكوال واد، فالداتا ميموري دي مش بتعمل اي حاجه مفيده اصلا، كده مش محتاجه، مش داخله في كريتيكال باث، ان هي مش مؤثره معايا في اي حاجه. فبالتالي مهما زودت الوقت بتاع الداتا ميموري مش هتزود الكريتيكال باث، وبالتالي مش هتزود الكلوك سايكل تايم لو انت بسبورت برانش نوت ايكوال واد بس. تمام. نفس الكلام برضه لو قللتها قوي مش هتقلل الكريتيكال تايم، فهي مش مؤثره خالص. طب الادر ده، الادر ده مش داخل في الكريتيكال باث بتاع البرانش ايكوال والاد، الكريتيكال باث بتاع الاد والبرانش ايكوال داخل هنا في الاي ال يو وحاجات زي كده، ولكن الادر ده موجود يعني تبع لازم يتنفذ. فلو الليتنسي بتاعته زادت قوي لدرجه ان هي تخلي الباث اللي فوق ده مثلا، او الباث اللي الباث اللي فوق ده بتاع البي سي بلس 4 اطول من الباث اللي تحت، ساعتها هيأثر. بس طبعا ده احتمال قليل قوي، بس من حيث ان لو انت عايز تجاوب السؤال ده تجاوب كده بالكتابه، تقول ان لو الليتنس بتاع الادر ده زاد قوي لدرجه ان هو بقى خلى الباث اللي فوق هو الكريتيكال باث، ساعتها هيأثر على الكلوك سايكل تايم. بس لو زاد بحيث ان هو ما يبقاش هو الكريتيكال باث، ساعتها مش هيأثر على الكلوك سايكل تايم. تمام.